البيت مكون من شقتين، مساحة كل شقة 110 متر. أنا وعائلتي، أنا وزوجتي وثلاث بنات نسكن في شقة، وأخي وزوجته وبنته وولد يسكنون في شقة ثانية. الأمر يعني مؤلم جدا، ليس من السهل أن تخبر ابنك أو ابنتك بهدم البيت اللي عاشوا فيه. يعني أول سؤال، لماذا هدم؟ يعني ماذا ستجيب؟ يعني إذا أنت تقول أنا لم أفعل جرما، يعني في تناقض في الأمر، يعني لا تستطيع أن تبرر لهم الأمر، لأنك أنت في نظر الاحتلال مجرم، ولكن أنت في نظر نفسك ونظر أهلك وأهل البلد غير مجرم. فالأمر صعب ووقعه صعب على الأطفال، ويعني الكبير بيكون الوضع عليه صعب، فما بالك بطفل يعني لم تتضح في ذهني لسه، خاصة أطفال 7 سنين و6 سنين مدى العدوانية والحقد والكراهية الموجودة في قلوب هؤلاء الناس اتجاه الحجر قبل البشر، لأنه في نظره هذا الحجر بثبت هذا البشر، وهو ليس براغب في هذا البشر، فلا بد أن يزيل الحجر الذي يثبت هذا البشر. بالنسبة للبديل، لا بديل حاليا يعني في القدس كامتلاك سكن، والاتجاه نحو البحث عن إيجار. واحنا بنعرف يعني إذا بحثت عن امتلاك بيت فهو ديش أكون من أحلام الوردية، لأنه اليوم تتكلم عن 2 مليون شيكل السكنة، وموظف مثلي يعني أو مثل أخي يعني ما بعتقد بيقدر يتملك شقة. وحتى الإيجار اليوم مرتفع، يعني ما تقول $1000 أو $1500، فهي يعني مبالغ عالية جدا. كنا في هذا البيت اللي كان يعني يأوينا ويوفر علينا يعني هاي المبالغ وعملية الصراع العقلي والنفسي للبحث عن مأوى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بيكون الفرج قريب من عنده، وإنه ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعنا، ومن يتوكل على الله فهو حسب. قالوا في أمر هدم، بالرغم من أنه كان في تأجيل لمدة 6 أشهر بتنتهي بشهر 9، ولكن ما التزموش في هذا الاتفاقية، رغم أنه مدفوع كفالة 30,000 شيكل كمان، ولكن ما التزموا. أجوا قالوا إحنا في النهاية بننفذ، يعني القوات اللي أجت والبلدية والشرطة قالوا إحنا جهة التنفيذ، ما إناش في أمور القضاء والبلدية، فنفذوا الهدم زي ما أنتم شايفين.